توقعات برج الجوزاء ليوم الأربعاء الموافق 19/7/19 يوليو 19 تموز 2023. وضعك العاطفي هيبدو صعب شوية وأكثر توتر من السابق. هل أنت مستعد عشان تضحي علشان الشخص اللي أنت بتحبه؟ هتخشى أنك تقوم بأي خطوة إيجابية تجاه حبيبك لأنك بتقلق من القيود اللي بتبقى بتفرضها عليك. بسبب الخطوة دي الوقت مناسب عشان تستمع للموسيقى وتدور عن كل اللي بيهتم بيه المجال ده. هيكون اليوم مهم جدا لكل شغلك، هيكون عندك فرصة جديدة، فرصة عشان تنفذ بيها أفكار كتير، مشاريع سابقة عندك، هيكون منهم انك تبقى في يوم مناسب عشان تنشئ اتصالات مهنية تجارية جديدة هيكون ليها تطور واضح وطويل في كل مستقبلك. تجارية هتبقى جديدة ليها تطوير واضح طويل في المستقبل. حتى لو كنت في بيتك هيبقى فيه تقنيات كتيرة وعدم قدرة على انك تقوم بشغل معين او التزام مهم بالنسبة لك. هيبقى فيه محادثات جاية كتير ومهمات جاية لك في المقام الاول داخل اسرتك اللي هتبقى بتطلب منك اجراءات اضافية بتتعلق بشوية حالات او شوية اشخاص. هتجيب ليك خيبة امل واضحة لكل الاشخاص اللي بيسعوا عشان يحققوا طموحاتهم بطاقة كبيرة جدا. ممكن تبقى بتأثر على الحالة المزاجية اللي عندهم وهيعانوا من تدهور عاطفي واضح. هيتواصلوا مع الأشخاص الآخرين بحدة ووقاحة وهيبذلوا جهود أكتر علشان يحتووا الغضب في الأيام اللي جاية. هتسبق نهاية الأسبوع وهتجيب ليك كتير من العمل والمسؤوليات اللي بتبقى بتتطلب منكم كتير من الطاقة والجهد. هتحسوا النهاردة أنكم بتبذلوا مجهود أكبر في وظيفة هتعتمدوا عليها وعشان تقوموا من خلالها بتفاصيل كتيرة. هتحسوا انكم غير فعالين مرهقين، مش هتعرفوا تستبعدوا اصابات الناتجة عن ارهاق الشغل والاهمال خلال الايام اللي فاتت. هتحمي بشرتك بشكل كويس من اشعة الشمس المباشرة، هتتجنب الخلافات من الاشخاص اللي حواليك اللي بيمثلوا السلطة واللي ممكن من خلالهم تبقى انت عندك سن اكبر منهم. في الايام الصعبة هتنتبه اكتر وتسيطر على كل عواطفك من خلالها. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا.